يعطيكم العافية شباب. نحن عنا رسم على الكمبيوتر عبر برنامج الأوتوكاد. طبعا نحن رسم كهربائي، بس نحن قبل ما ناخد رسم كهربائي نحن تعلمنا أكثر من شغلة، كيف نحن ممكن نحن نفوت مثلا نغير إذا بدنا كلاسيك أوتوكاد أو درافتينج إذا بدي أرسم. نحن نحن بالآخر عندكم أنتم امتحانات أو شيء على 2010، فنحن عم نشتغل على البرنامج القريب على 2010 اللي أنتم فيه. طبعا في عنا أكثر من شغلة، مطلوب منا نرسم هذا المجسم اللي هو غرفة صغيرة. هيدا الغرفة صغيرة قبلها نحن مثلا لازم نظبط شيء اسمه يونت، مثلا يو ان انتر تفتح عندي، اوكي محطوط هون ديسيمال. فينا نحط هيدي 0.0 او 0 ما بيأثر حسب الدقة اللي انت بدك اياها. بالسنتيمتر عم نشتغل بالسنتيمتر، اوكي. بدنا نرسم منقول هيدا قبل كمان اذا بدكم فينا نفوت نحن هون على اوسناب سيتنج ونفوت نتأكد انه الكل هيك بيعطيني انه اند بوينت ولا ميد بوينت، يعني بنعطيني نصة اذا عندي دائرة. طبعا انا هودي حكي عنهم قبل، بس بنتأكد انه الكل محطوطين وبنحط اوكي. انا بدي ارسم، هو عبارة عن ريكتانجل، فاذا ريكتانجل انتر عندي 10 وعندي اول شيء بعلم اول نقطة مع يلي وين بده، في عندي بده 10 وبده شيء. اذا بدي فوت على شيء اسمه دايمنشن، اذا مبين عندكم هون بتكتب دي فبياخذ لحاله انه دي شو دي انتر او سبيس. نحن بدنا نقول 10 وبدنا العرض 8، فاذا هيدا هو اول واحد. لحتى نعمل نحن كمان نفس الشيء واحد مثله، في عندنا نحن شيء اخذنا شيء اسمه اوفست. اوفست نحن بنعمل نفس المجسم، هالمرة الفرق بيناتهم اذا شايفين 0.2، فاذا بيقول لي شو الفرق بيناتهم. طبعا انتر بعلم عليها اوكي جوا او برا حسب ما انت بدك حسب ما هو بده. هيك صار عندي نفس المجسم اللي حديت هلا. اذا انا بدي اعمل مثلا الباب، انا هون مخطأ ما اعطاني قديش البعد، فانا مثلا فيني اختار تقريبا قد ما هو بده. لاين عادي اف 8 لحتى اللاين يجلس، كمان ما اعطاني قديش هو، ففيني اعمله مثلا القد بالزياده. سبيس بيطلع من اللاين بيرجع بيقبص مره ثانيه اذا بكون لاين حتى ما كذلك الامر. لحتى اعمل لاين ثاني بجنبه فيني شو اعمل، فيني ما اعمل هيك، في نفس الشيء كمان روح على الاوفست. قد ايه بدي هالمره؟ بدي اياها كثير صغيره المسافه بيناتهم، يعني 0.05 فرضا، او خلينا نرجع نعملها 0.05 بيجي بعلم هاي. فشفتوا كيف حطينا خط ثاني قريب له. طبعا انا بدي اعمل الباب اللي هو بدي استعمل شيء اسمه ارك، اخذين عنه قبل. انا قلت انه الارك بده اول شيء نقطه بدايه، فهو منه لحاله عم ياخذ هذا المربع، اوكي عم ياخذ المربع لحاله. انا شلت الاف 8، بده ثلاث نقط الارك، يعني نقطه بالنص ونقطه هون على الاخير. طبعا هو ما محدد لي، فانا كمان عم بعطي قياسات تقريبيه مثل ما انا شايف تقريبا، اوكي. من بعد هيدا الارك انا بدي اشيل هول اثنين، بدي استخدم شيء اسمه تريم. تريم انا لحتى اذا شايفين تريم شو عملت، تي ار ومرتين انتر لحتى انا اقدر اعلم اللي بدي اياه وبمحيه بشكل سريع او تلقائي. بهالحاله مثل ما شايفين انا حصلت على الغرفه اللي موجوده قدامي حاليا. طيب انا هذه الغرفه حطيت عليها القياسات، فيني فوت على ديمونسيون فوق، فيني فوت هون على ديمونسيون واشتغل، وفيني احط انا دي اقل مثلا منه لحاله، ساعتها شو بصير يعطيني القياسات تبع اللي انا بدي اياها مثل ما شايفين 10. واذا كمان مره ثانيه فيني استعمل سبيس لحتى اعيد نفس يعني انا عملت مثلا دي اقل، ما حتى اكتب مره ثانيه، فيني استخدم سبيس بياخذها هي ذاتها. فاذا هذا مثل ما شايفين رسمت غرفه، رسمت باب. طبعا هون انتو في عندي هيدي فيني شيلها بترم لحتى يصير عندي نفس الباب اللي هون، كذلك الامر هون. هيدي ما عادش تنشال، انشالت اوكي. اذا ما انشالت فيني اعمل لها ديليت عادي. شفناها تقريبا نفس المنهج تبع الغرفه، نفس الشكل تبع الغرفه اللي حدي. طبعا اللي بيهمني من بعد ما نعمل هذا الشيء، انا في عندي الرسمه اللي هون اللي هي فيها عندنا لامب وعندنا مفتاح. عندنا مفتاح رقم واحد ولون، يعني عندنا بس مفتاح بيتحكم بلمبه. طبعا نحن عم نرسم رسم كرسم خريطه، فلذلك نحن اول شيء بدنا نرسم اللمبه وين؟ بنص الغرفه. ارسم لمبه بنص الغرفه انا شو بدي؟ اذا بدك اسهل شغله هي بأكس الغرفه، بعمل خطين مثل دياجونالز، يعني دياجونال، وهيدا الخطين
منهم انا بعرف وسط الغرفة بالضبط وين. طب انا اذا بدي ارسم عبارة عن لام. هلا لام بقيل لي قياسها 10، عم بستخدم اف 8 لحتى اشتغل بخطوط مستقيمة. انا هون عم برسم بس 2 لاين بعكس بعض باي قياس بدي اياه. افضل طريقة لارسم لام سي، طبعا هو قايل لي ديامتر هو 10، يعني يا بدي اقول له ديامتر دي وبقول له 10، يا بكتب له دغري 0.5، ديامتر هو 1 عفوا. فاذا 0.5 فاذا هيدا هو ديامتر تبعها 1، انا بدي ارسمها قديش 1. فاذا مجرد لانه هو منه لحاله ما بياخذ ديامتر، بياخذ منه لحاله ريون قطر. فاذا لحتى كمل نفس الشيء بدي اعمل تريم مثل ما قلت لحتى شيل شو الخطوط اللي انا ما بحاجه لها. 2 تريم ورا بعض، تريم و2 انتر ورا بعض لحتى اشيل هالخطوط. طبعا هي شفناها اسهل شيء، بعمل لها شيء اسمه روتاسيون، بعلمها بعمل انتر، بعلم على النص وبعمل 45 درجه كمان انتر مثل ما شفنا صارت هيك. ما راح اعملها بلوك او شيء، خليهم لبعدين. هلا هيدي فيني اعلم عليها كلها، اعمل شيء اسمه كوبي سي او، بياخذ كوبي باخذها انا من النص وين بدي اياها. مثلا بدي اياها هون صح، انا هودي ما عادش بحاجتهم، صار عندي اياها موجوده برا، ما بدي محيها لانه انا يمكن احتاجها بغير مطارح، حطها بغير مطرح. لذلك فيني بعدين اذا ما بدنا اياها هون فينا نمحيها. مثل ما شايفين صار عندي لام بنص الغرفه تماما. انا طب بدي ارسم كمان بعد مفتاح سويتش، كذلك الامر بدي امشي نفس الخطوات اللي عملتها قبل شوي. عملنا نحن مشيك اف 8، برسم حيلا 2 لاين يعني لاحصل على، بعدين ارسم دائرة. طبعا هون قد اي اللي بده دائرة المفتاح كلها سوا 0.5. يعني انا اذا بدي اشتغل على قصة ديامتر بحط قد ايه 0.5. خلينا هالمرة اشتغل ديامتر دي انتر، قديش قايل لي 0.5 انتر. فاذا هون ديامتر 0.5 بدل ما تكون هيك. اذا بدي استخدم انا لحتى اخذ قياس براني مثل ما هو، فيني اعمل غير قياسات انا طبعا، شفت 0.5 لحتى بينت معي. اوكي هون بعدين انا نفس الشيء راح اعمل تريم وراح محي الاشياء اللي ما بدي اياها الموجوده على الاطراف. طبعا انا عم بعمل هلا شو كذلك الامر، راح اعمل له روتيت انتر، راح اعلم بالنص وراح اقول له 45، راح تجي عندي بهالطريقه. اذا بدي اشوف انا هو كيف عامل المفتاح على اساس انا اشتغل فيه، عامل مفتاح اوكي له طرف. فاذا نفس الشيء لك شو اعمل انا شغله صغيره بس لحتى تسهل علي، ترم 2 انتر لشيل وحده من هالاطراف ولا بتشوفوا ليه، راح اعمل شيء اسمه موف، بغير. فاذا هاي موف بعلم عليها بعملها اكس، بالقطع منين؟ بالقطع من الطرف وبطلعها لوين؟ على الطرف. كذلك الامر بعلم عليها بكبس ام بياخذ لحاله شيء اسمه موف انتر، من بعد ما ياخذ هيك بيعطيني وين، بعلم من هون على الطرف انا باخذها من هون. اذا بطلع عليها هيدا نفس الرسم اللي هو مرسوم معه هون اللي هو مفتاح، بيجي نفس الشيء راح اجي اعمل له شو؟ بعلم عليه كله، راح اعمل كوبي بيجي بلقطه من النص، اسهل شيء لإلي شيل اف 8 اذا عندي انا كنت حطيتها قبل، وبيجي بطلع انا بعده حط حد الباب مثل ما هو عامل. من بعد هذا الشيء كله انا شو بدي المفروض هلا اعمل؟ انا بدي اعمل انه بدي ارك، بدي اوصل ما بين المفتاح واللمبه. فاذا ارك ار سي انتر بيجي بنقي، طبعا بدي 3 نقط للارك، نقطه بالنص والنقطه الثالثه راح تكون هون. فاذا احنا حصلنا على نفس الشكل تقريبا. بدي احط القياسات، هو مستعمل كمان دي ال، يعني مستعمل دايمنشن من الطرف للطرف، مش مستعمل فيك اذا بدك تفوت تحط الراديوس تبعها او ديامتر تبعها. كذلك الامر هو هيك عامل. اوكي احنا راح نحاول نعمل نفس النتيجه، اذا بتشوف انه نحن هيدي رسمه مطابقه للرسمه الاساسيه اللي نحن هيدي الهدف تبعها انه نحصل عليها. فاذا هاي الطول وهي العرض صاروا موجودين قدامنا.